واحد معاك يعني ترتيب الاباء الاساسه يسر كمان لما شرط مجلة الكرازة، فهو بيكتب الترتيب حسب التاريخ. هو بس كل ما في الموضوع الكنيسة القبطية بتعتبر ان مطران القدس له طقس يتميز به عن باقي الاباء المطران. فاحنا في مجلة الكرازة خليناه تاني اسم بعد نيافة الانبا ميخائيل، لان نيافة الانبا ميخائيل اترسم مطران في سنة 46، يعني من قيمة 60 سنة، فمش معقول نخلي مطران القدس قبليه. لكن مطران القدس ممكن يبقى يسبق الباقيين في الطقس وان كان لا يسبقهم في التاريخ. الناس مفتحة عليها بتبص لنا في كل حاجة